السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي وأصدقائي؟ اليوم راح نتعلم كيف طريقة دفع الفواتير الكهرباء والنت والمي عن طريق زراعات موبيل، طريق بنك الزراعات من الهاتف، التطبيق زراعات موبيل الكل نعرفه. راح ندخل على التطبيق، نفتح التطبيق، بيطلب مني الدخول، راح احط المعلومات وارجع لكم اصدقائي. اصدقائي بعد ما فتحنا البرنامج الزراعات موبيل، هلا بنروح هون على الثلاث خطوط اللي بالاسفل ميني على القائمة، منفوت على الأودمالر، واحد اثنين ثلاثة رابع وحدة، بعدين ندخل على ثالث وحدة على الفاتورة أودمالر. في عنا التي في، التليفون، الصوي، الكتريك، دغى الغاز. هون راح ندفع فاتورة النت، ندخل على التليفون، ننزل لتحت. انا طبعا حسب الخطوط اللي عندكم، الخطوط كل اسماء الشركات موجودة هون. انا خطي فودافون نت، ندخل على فودافون نت، راح احط هون رقم الخط، نحط دوام. طبعا الفاتورة، هاي هي الفاتورة، تطلع معي بالتفصيل قديش الفاتورة وكم فاتورة إلك، كلها بتبين هون. راح أعمل دوام، نضغط عليها. هون بيقول لك الحساب لإلك ولا حساب لغيرك، طبعا بتقول له حسابي. إذا تدفع من الكرت، عفوا تدفع من الكرت من هون ولا من كرت تاني، طبعا ما عندي غير هذا الكرت، راح ادفع من هذا الكرت حساب دولار. نضغط هون، هاي الفاتورة. تحت بكتب لك اونايليور تأكيد، نضغط على الإشارة الحمراء، تم الدفع الفاتورة بنجاح. أصدقائي مشان تاخذ الفاتورة، إذا كانت لإلك أو تفرجيها لشخص أو أي شخص، نضغط على كلمة دي كونت. هاي فاتورة رسمية، تم الدفع والتأكيد. إذا حبيت تعمل لها مشاركة للفاتورة، على الزاوية فوق على اليمين الصفحة المشاركة، على الواتساب أو رسالة عادية، أو إذا حبيت تبعتها على إيميلك، تضغط على من تحت على هاي الحمرة إي بوستا جوندر، تبعتها على إيميلك. هيك بنكون انتهينا من الشرح دفع فاتورة الانترنت. تعالوا معي ندفع فاتورة نرجع الكهرباء على سوا. القائمة. بعد ما رجعنا على القائمة، بنرجع نضغط على ثلاث خطوط تحت على الميني على القائمة، ندخل على الأودمالر، بعدين ندخل على الفاتورة أودمالر ثالث وحدة، ندخل على الكتريك. طبعا بعد دخولنا على الالكتريك، هلا هون لنكتب نبحث على اسم الشركة اللي شركة الكهرباء شو اسمها. هلا انا عندي الاسم انرجي، انرجيسا، تم. ندخل على الانرجي سا تورسلر ساتشي. طبعا انا عندي الرقم موجود سابقا، اعطي دوام. هلا هيك بيطلع عنا الفاتورة، 46
وخمسين قرش. صن أودامة تاريخي 2/11/2020. طبعا إذا بدك تقطع الفاتورة وتعطيه دوام تأكد عليه. هون الفاتورة كمان بيقول لك بدك تقطع من هذا الكرت الكريدي أو من كرت آخر. طبعا بنقول له من هذا الكرت تعطيه دوام. هاي الفاتورة تعطيه، تضغط على الأحمر أونلاين تأكيد بيقطع فاتورة الكهرباء عندك طبعا أصدقائي. هلا هيك بنكون انتهينا من الشرح. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا اشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم أصدقائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.